انولدت في رام الله، جينا على غزة زيارة عند دار سيدي، قعد أبوي عندنا سنتين هان، بعدها طلع ولي 14 سنة أنا ما شفتوش. أنا وأبوي يوم انفصلوا تقريبا من مدة 8 سنين ل 9 سنين، وإلي تقريبا يعني ما شفتش أمي 5 سنين. هوية أبوي رام الله وهوية أمي غزة، فإحنا بنتبع لأمي قانون إسرائيل، فعشان هيك ما مش راضين يطلعونا. بلا الأولاد يعني زي الأيتام، يعني أيتامهم أبوهم موجود. يعني طلبت تغيير عنوان وعملوا لي إسرائيل رفض عشان أطلع أشوف أمي وأخويا، وهنا قاعدين بنحاول نقدم تغيير كمان مرة عنوان. كلها تشتتت بسبب الاحتلال، انه بمنعهم انهم يجتمعوا بازواجهم. مش مشكلتي كفرد. ايش بدي يصير؟ ايش بدك؟ وقت ايش بدي اطلع؟ وقت ايش بدي اشوفهم؟ كانت هي عم تدرسني هان في السنة ونص، يعني تقريبا تحسنت كثير لما كانت تدرسني، وفجأة سبتني ما فيش حد يعني راعي ويدرسني، صرت ادرس لحالي وافكر. ما فيش تقريبا يعني زي زمان. تراجعت الدراسة، أنا نفسي تعبت، يعني أنا أولادي تفرقوا كمان، الاحتلال هو اللي فرقنا، كل واحد فينا صار في ناحة. إحنا لازم يعني نعيش كأسرة واحدة في بيت واحد. لحالي أنا يعني ما فيش ولا أم ولا أخوات ولا خوات ولا حاجة، لحالي يعني. أمنيت إني أنا أشوف أبوي واروح واطلع معاه زي يا طفل، امسك ايد واطلع وامشي معاه سندي، انه اقدر اسافر عند امي. انا يعني عايش في بلدي تقريبا، بس بدي انتقل من مكان لمكان، مش طالب اني اسافر مكان بعيد. اسرائيل هي اللي مخالفه منعنا، مش فيش سبب انه تمنعنا، فيش علي اشي عشان تمنعنا.